مين هاد؟ هاد سليم يا خانم، واحد من رجالنا، في عنده شيء مهم بده يقول لك اياه. احكي. اليوم الصبح يا خانم شفت بدور الداية طالعة من بيتها، في معها حرمة مغطية وشها، لعب الفار بعبي، طلعت ماشي وراهن، طلعوا برات الحارة. لوين راحوا؟ كان في عرباية ناطرتهم برات الحارة فيها اثنين رجال عبده، وكان معهم محمود الطيان، ركبوا معهم بهالعرباية وشدوا. أهلين نورية. يعطيك العافية أم محمود. الله يعافيك يا بنتي. طلبتني الخانم عالبياني على الحارة. تفضلي. في شي غيره؟ هذا كل شي شفته يا خانم. جبر بدي الداية بدور. نورية وصلت يا خانم. حاضر. عايشة ولا ميتة؟ كيف بدك اياها يا خانم؟ عايشة، بدي اياها عم تتنفس. صارت عندك. اسمع منيح شو رح اقلك. بدي عيونك يكونوا 10/10 على كل الرجال. ابني حسن طلع عن شوري، ونوري ملبوش هلأ مع عمه بموتة حمزة، يعني التقل هلأ رح يكون عليك انت بس. جايتنا ايام صعبة، بدي اياك تكون جاهز عالندها. كل شي رح يكون على خاطرك يا خانم. يعني ام محمود ها؟ ما قالت لك ليش بدها يعني؟ لا ما قالت لي شي. كرمه لسليم، كل واحد بيجيب معلومة عن عبده بتكرمه، بعكس اللي بيتكتم على موضوع عن عبده هداك بتعدمه. بأمرك. الله يخلينا ياكي يا خانم. حالي سليم. أنا مو بس شفته بعيني، أنا اللي فككته للتام عن وشه بإيدي وعلمت عليه بسكيني، وقلت له لأبوه إذا بيرجع بيتعرض لك رح أقتله وأرميله إياه، وبوقتها ما خبرتك مشان ما كبر القصص بينكم وبينهم زيادة. هذا هو ابن عمك. شوف حسان، القرابة ما بتكون بالدم، الدم اللي بيجمع الناس هو بالشهامة وبالعزوة وبالسند. يلي بيكون هيك معك هذا ابن عمك وأخوك وخليلك، حتى لو كان 1000 جد ما بيجمعك مع جده. وأنا أخوك، لأنه لو يصفى دمي على آخر نقطة يا حسن ما بخلي فيك، ورحمة الغوالي ورحمة بنتي بترابة ما بخلي فيك. أنا أخوك وأنا سندك وأنا ابن عمك، مو النشواتية اللي تخلوا عنك. نشمي ليكني عبدو، جهز لنا الرجال بمعيتك. لوين العزم بعون الله؟ نكمل اللي بلشناه. يا مو على عيني يا رجال. ليش ما ارتويت؟ الظلم بمد والايام بتعد والعبره بالقفله، وانا اخذت عهد على حالي نزل من عينه لعمك نقطه دم عن كل كرباج حفر بجلدي يوم اللي جلدني قدام الخلايق. وبالعاده عبد العربجي ما بيخلي بعهده. هذا رد الدين. انت انظلمت وقاسيت كتير، ما حدا بيقدر ينكر هذا الشيء، بس اللي عم تعمله هلا اكبر بكتير من رد الدين. هذا الخان هو صحيح للنشواتيه، بس اللي عم ياكلوا منه هنن كل اهل البلد، والمنتفعين من وراه هنن المساكين والمتعايشين على باب الله. يعني بدك تفهميني انك خايفه على الفقره والمتعايشين؟ أنا الله ولاني على لقمة الناس، وواجبي إني خاف عليهم. بتعرفي شو اللي متشفع لك بهالتكة؟ هاد حسن النشواتي هو اللي عم يتشفع لك، ولولا ده كان حسابك معي عسير. إن شاء الله مبسوط ابني. طمني، عجبك وانت عم تشوف امك عم تنهان قدام عيونك؟ هاي اخرة الدلال يا خانم، هذا اخر العنقود تبعك اللي ما عرفتي تربيه. شوفي اخرة ربايته شلون طلع علي الباقية. وانت شو واقف عم تساوي عندك ولا؟ ما تنقبر تساعد رجال بزق القمح،
يلا بدي شوفك ناتي على كتافك شوالين مو شوال. احسن مالك داشر هون وهون راكد ورا نسوان الحارة عم تعشق وتتمعشق. يلا هلا ولك عبدو ولك عربك شغلني هيك شغلي ولك عرب نقول النشواتي شاهين مور عمي أبو لطفي انتعلي نور النشواتي وخليه زق قمح مع رجال وحمله منيح حال انه بيلقى وخذ لي هالكم عواطلي اللي حواليه يلا ايه مو على عيني يلا لبرد داني لبرد داني وانت كمان رو معه تعال روح تعال انت بتنفعنا يلا معه اطلع يلا ايدك هيك ايدك وين بنتي يا درية؟ قتلتها ما في مكان للخدم على سرير الأسياد حتى وانتي عم توقعي بتضلي شايف الناس قدامك حطب خلقوا لحتى يحترقوا بس إليك عندي خبر ما كتير رح يسرك حسنية بنتي عايشة وعين الله عليها شو؟ مثل ما سمعتي بدور ما نفذت مطلبك وهالشي من حسن حظك لأنها لو نفذت ما كنا هلأ عم نحكي أنا وياكي وقتها دم النشواتية كلهم ما كان كفاني بس قلت لحالي يعني رزق المو متعوب فيه بيكون سهل أصحابه مو متعوب فيه قلت لي هذا الرزق الرجال حطت رواحها على كفة لحتى تجيبه وطلع معك انه مو متعوب فيه بس رجالك عم تلعب بالقمح جوا كأنه تسلاي يلعبوا حلال عليهم رزقهم وهنن أحرار يلعبوا بالقمح حد ما بدهم علي عبدو علي محمود أنا بدي أقول لك شيء احكي شوفي يعني ليش ما أخذتني معك والله أنا رجال وقت حالي وبعجبك رجال وعلى العين والرأس بس معلش هاي العركة كبيرة شوي عليك طيب أنا شو بدي أعملهم؟ كل واحد فينا له وقته وله عدانه بس يجي وقتك من خبرك شو تساوي محمود تعال ابني عود مرني معلم عبدو في شي محمود بده يحكي معك كيلو محمود شباب احكي لا تخاف حسن اخونا ومنا وفينا معلم حسن انا طالب ايد اختك المستوره زمرد على سنه الله ورسوله